ينطلق ثاني الأشواط مشاهدينا الكرام مستمرا بإبداع واستمتاع آخر في انطلاقات هذا اليوم، هذا الصباح المميز. الشوط الثاني خاص بالأبكار الإنتاج من خلال هذه اللحظات، ومجسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنا في هذه الانطلاقة مع مهرجان الوافين موسمنا الرابع على التوالي. استمرارية ونجاح هذه المهرجانات دليل على نجاح أهلها دائما بالتمسك بهذه الرياضة العربية الأصيلة وبدعمها اللامحدود بالمشاركين وبالدعم الكبير للإنتاج دائما في هذه العزب الخاصة. نسير بحضراتكم نحو تحدي آخر ومنافسة أخرى في هذا الصباح في ميدان دستور. المقدمة والمركز الأول تتقدم سمحة محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، حيث يقدم سمحة في استراتيجية وانطلاقة هذا المجسم. المركز الثاني وصلت غارة محمد بن يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي، يأتي هنا كذلك لعدة العدة للفوز والانتصار والمشاركة في هذا المهرجان بمنافسة شيقة وأخوية. المركز الثالث خيرة قادمة، يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هناك الهلالية تتقدم سعيد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. هكذا هي النتيجة، هكذا مسار الانطلاق والتحدي في هذا التنافس والجميل. ولكن نعود إلى سمحة حيث السيطرة الواضحة من سمحة في مقدمة الشوط هنا للشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي الذي يقدم دائما في ميادين الهجن العديد من السبك في المشاركات. هنا 1500 متر ولا زالت سمحة في مقدمة الشوط وبدون أي منافس على الإطلاق. هكذا مشاهدين الأعزاء هو مسيطر بدون أي منافس على الإطلاق. المركز الثاني هناك خيرة، جابر بن حمد بن مصلح الأحبابي يتقدم نحو المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي إلى ثالث المراكز المنافسات. ولكن سمحة غادرت بهذا المجسم، سمحة غادرت بالناموس، سمحة غادرت بالانطلاق ما شاء الله، مثل غادر بحر طامي كذلك بالرمز تقادر هنا كذلك سمحة بهذا الرمز بهذا المجسم بهذا المهرجان مهرجان الوافين حيث المسيطرة بدون أي منافس على الإطلاق. يا سلام، هذه سمحة ولا فلا؟ هذه الأنواع المميزة الأصيلة المعشوقة، معشوقة جماهير الهجن دائما في كل مكان. هذه سمحة مثلها ومثل نوعياتها مثل أداها المميز في ميدان السباق، تتحرك فقط على السماعة، تتحرك على صوت السماعة، كلموها وحركوها بصوت السماعة. الله، ذكرتنا بأبعاد صاحبة الكاس في ميدان الوثبة، نفس يعني نفس العروض، يا بن مصلح، نفس العروض. أبعاد ولا قريبين؟ لا والله إلا قريبين، من الناموس، قريبين من المشاركة القوية دائما في المشاركات المميزة بدون منافس على الإطلاق. هذه سمحة دروبها لتفوز بهذا المجسم ثاني رموز هذا المهرجان، لتاتي هنا كذلك سمحة محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي تسجل طريق النجاح، تسجل طريق الناموس بدون منافس على الإطلاق، لتحتل هذه الصدارة وتحتل السيطرة مبتعدة عن الجميع، مبتعدة عن الكل. ما تحب الخرخشة، ما تحب التعب، تاسي هنا بالمركز الأول تسير تبحر مع الانطلاق. يا سلام، سمحة بدون منافس على الإطلاق. هذه سمحة أمامكم في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. هنا الشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. المركز الثاني أيضا كذلك تتقدم داناته لسعيد بن محمد بن مصلح الأحبابي بالمركز الثاني. المركز الثالث خيرة، يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي. والمركز الرابع عموما على كل حال نعود إلى مخرج هذا السباق
لنهدي الفوز والناموس والانتصار محمد بن محمد بن مصلح الحبابي. هذا المجسم، مجسم سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد النهيان، حيث ينطلق هذا المهرجان، مهرجان الوافين. تسجل سمحة توقيت زمني مميز 4:32، 9 من الأجزاء من الثانية، توقيت أفضل بالنسبة لهذه الأشواط في هذا المهرجان، مهرجان الوافين. مشكور يا الشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي على اختيار هذه النوعيات المشاركة في سباقات الهجن والحفاظ عليها دائما في كل المنافسات وكل التحديات. بينما أشوف المركز الثاني، نشوف الفارق الكبير هنا 4:50، 5 أجزاء من الثانية، حيث كانت دانات على موعد بتسجيل نقطة أخرى لهذا الشعار بنفس الشعار والمشاركة. سعيد بن محمد بن مصلح الحبابي المركز الثالث، هذه وصلت 4:52، 8 أجزاء من الثانية لتنتزع المركز الثالث ليابر بن حمد بن مصلح الحبابي بهذا التوقيت. تهانينا والناموس.